التهميش المتعمد اللي تعرضت له المؤسستين. اتجاه منهجي لفرض الوحدة بعد 94. حرب يعني كانت غير أخلاقية. الإذاعة والتلفزيون هي لعبت دور مهم في فترة منذ تأسيسها. كانت الإذاعة دورا كبيرا وبارز على المستوى المحلي أو على المستوى العربي والخارجي. كانت هي الصوت الصباحي لكل الناس يعني. المغترب في أمريكا، في بريطانيا، في السعودية، يعني من خلال تلك البرامج يرى نفسه في المساء أو في الصباح أنه داخل بيته. المكتبة الوثائقية في إذاعة عدن حملت يعني من التاريخ ما يعجز الإنسان أن يوصف. ما تحوي هذه المكتبة الإذاعية ومكتبة التلفزيون من وثائق لا تمتلكها لا الجزيرة ولا الخليج. في تاريخ تلفزيون عدن لم يتوقف. الصوت لم يطفئ. لكن عندما صارت 2015 كان هناك توقف وخصوصية أن يتوقف التلفزيون. فكانوا يتحققون الحجة الأولى أنه عدم توفر الجانب الأمني، أنه عدن غير آمن. عانى كثير جداً من موقفي تلفزيون عدن من هذا التهميش، من هذا الإحصاء، من هذا التعنت. هذا المبنى أصبح يعني للأسف الشديد مجرد أطلال. أملنا وقفات، خرجنا، طالبنا، أملنا مناشدات، بل هنا ناس أثناء غزو الحوثة وهم عادوا في حقيف ودولة، كان هناك الشباب موجودين في سواهي وصمدوا وكان البث يمشي. الموظف يعتبر أنه هذا منزل الرئيسي خاصة في عدن، مأواه، معيشته، عمره. جريمة إعدام في حق الناس، ومش لازم تقتلنا في طلقات رصاص أو أنت تقتلني معنويا، أنت تقتلني، سلبتني كرامتي، سلبتني إرادتي أمام أبنائي، أمام أسرتي، أمام مجتمعي. من يمتلك القدرة على إعادتها عليه المبادرة. لأننا لو همشنا تلفزيون عدن أكثر من ذلك، فإننا نهمش قضية شعب، قضية شعب الجنوب ستجدها في تلفزيون وإذاعة عدن أكثر من ذلك في أي مكان آخر.